أنا أقوم بإعطاء اللاعبين الحرية للاختيار. إذا أنا فقط أريد أن، إذا كان علي أن أبدل أحد كنت لأبدل بونو فقط، حارس مرمى المغرب، ولن أبدل لاعبية. مين أكتر لاعب في منتخب المغرب لفت نظره في المباراة النهاردة؟ لقد فوجئت بالرقم 8، باللاعب رقم 8، لا أذكر اسمه للأسف، لعب بطريقة مدهشة ولقد فاجأني حقا. حكيمي طبعا هذا من الواضح، هو ونصيري كذلك نحن نعرفه جيدا، والمربات كذلك نعرفه جيدا، يلعبون بطريقة رائعة. الرقم 8 لم يتوقف عن الركض، لابد أنه منهك، لقد تحدثت عن هذا مع فريقي الفني، لقد كان ممتازا، وأتمنى أفضل حظ للمنتخب المغربي.